أستاذ عادل، إزاي يكون في حملة كبيرة للتوعية يعني الحديث بشكل موسع أكبر للعمل على إنه يكون في يعني ما يجعلنا نستقي المعلومات من مصادرها، ما يجعلنا نتحقق قبل أن يتم نقل الشائعة إلى أن تصبح وتتعاظم إلى أن تصبح معلومة فنضطر إن فيها، يعني إيه اللي مطلوب مسبقا؟ تمام. هو انا من وجهة نظري الجانب الاعظم في الحل هو الوعي، التوعيه. أيوه تمام. انا يعني لو تسمحي لي حضرتك، اتفضل. قبل الفقره بتاعتنا بنتكلم على لعبه مومو، وقبل أيوه كده في ببجي، وقبل كده المقدمة. الحوت الازرق، وكل يوم هيطلع لعبه جديده. وانا بشوف دايما ان يعني وقتنا وطاقتنا بتهدر في مناقشه نفس المشكله بس باسماء مختلفه. يعني هو ايه اللي هيفرق حوت ازرق او اصفر؟ او يعني الخلاصه هي التوعية، توعية فكرة الآباء مع أو أولياء الأمور مع الأطفال. نفس القصة هنا في موضوع، يعني هي تقدر تعتبرها معركة وعي، موضوع السوشيال ميديا في الوقت الحالي. خليني أقول لحضرتك بعض الملاحظات بشكل فني أو تقني، إزاي إحنا نقدر نحدد الملامح العامة للحسابات المزيفة دي. أوكي. عادة الحسابات المزيفة اللي هي لا تعبر عن أشخاص حقيقيين أو أشخاص عامل الحساب عشان يعني يتعامل بيه، مش عشان ينشر منه إشاعة، هتلاقيه بيعمل شير مش بيعمل بوست، يعني مش بيكتب، هتلاقيه عادة بيشير بس. يعني الحساب لو دخلتي على الهيستوري بتاعه هتلاقيه كل معظم الحاجة بتاعته شيرنج، نادرا ما هتلاقيه عامل كومنت لان هو شغلانته انه يعمل شير. هتلاقي الشخص ده ليه توجه واضح، يعني في فرق ان انا النهارده مستاء، اكيد كلنا يعني قد نثني على شيء ما او نعترض على شيء ما، بس اكيد يعني ايه مش واخدين الخط كله في اتجاه واحد، الا صحيح. لو انا بقى انا معارض سياسي او انا واحد ليا توجه معين، ده موضوع تاني. تمام. شوف البروفايل ده مين، شوف عنده كام صديق، شوف الحساب بيتعمل امتى، شوفي اسم الحساب اذا كان حساب بيعبر عن شخص طبيعي ولا حساب على شاكله مثلا ايه الاسماء مصر الوهمية. ستعود والشمس مش عارف ايه والصيف البطار، يعني الحاجات اللي ايه اللي من هذه الشاكله. برضو الحاجه الثانيه توقيتات النشر، يعني لو انا بتكلم اللي بينشر ده في مصر، مش هفترض ان كل الحسابات دي بتنشر الساعه 5 الصبح مثلا من مصر، حيث يفترض ان الناس يعني يا اما الناس بتصحى بدري جدا لسه صاحيه، فاكيد ما لحقش يقرا ويحلل وينشر الكلام ده، او ان هو لسه ما نامش برضه، ده شويه عليه تحفظ. فهتلاحظي ان انت عندك ما يشبه الموجات من النشر. ايه علاقه الموجات ده؟ لما يكون عمليه منظمه، يبقى والله الناس اللي في مثلا اللي بتنشر من الخليج هتنشر الساعه كذا، اللي هينشر من اوروبا هينشر الساعه كذا، من امريكا الساعه كذا، فتحس ان انت يعني 24 باي 7 24 ساعه في اليوم بيحصل نشر نفس الموضوع نفس المحتوى. حاجه تانيه، في برضه مشكله تانيه، هي طبعا التكنولوجيا ساهمت فيها عن غير عمد. انا ممكن ببرنامج واحد اوكي اعمل بوست، البوست ده يتحول الى بوست على الفيسبوك، او ان انا يعني نشر الفيسبوك، ويبقى تغريده على تويتر، تمام، ويبقى شير لفيديو على يوتيوب. يعني انا بكتب محتوى واحد سطر او سطرين، او هنشر فيديو واحد وهدوس انا هسميها سند او بوست، في النهايه اللي انا عملته ده هيسمع فيه عشرات من الوسائل في نفس اللحظه. المشكلة اللي يمكن ناس أحيانا ما تدركهاش، التلفزيون، الجرائد، المجلات، الراديو، مع كل الاحترام والتقدير، في جميع الأزمنة منذ أقدم العصور حتى هذه اللحظة بيبقى ليه عدد معين من الناس بتتابعه. أعتقد لو تتفق حضرتك معايا إن في أي لحظة أكيد مش كل الناس تسمع الراديو ولا كل الناس بتسمع ليه التلفزيون. جمهوره طبعا، دي حاجة معروفة. يعني ليه نسبة، لكن كل الناس معاها تليفون. اللي ما عندوش حتى تويتر عنده البرامج فيسبوك. ليها جمهورها، يعني طبعا ده شيء معروف. ما يعني ما انا بقول لحضرتك الفكره، لكن الموبايل او اي وسيله تانية طبعا امكانيه الوصول للمستهدف للتواصل، يعني ما فيش واحد عبر معهوش موبايل التكنولوجي اكيد اسرع او بكتير. اكتر. اخدتي بال حضرتك؟ فالريتشابيليتي او قابليه الوصول للفئه المستهدفه عاليه جدا، لان ما فيش واحد معهوش تليفون. حضرتك مثلا عندك فيسبوك، فرضا انا ما عنديش، عندي تويتر، حضرتك عندك يوتيوب، انستجرام فهو مثلا واصل لك، وبس. واصل لك واتساب وهكذا. في جميع الاحوال الفئه المستهدفه واسعه جدا. الفكره برضو الانترنت بتدي نوع من التضليل، مش التضليل في الخبر او التجهيل، تجهيل المصدر. انا مين عشان يعني قدام حضرتك ممكن ما تبقيش عارف الحساب مين ولا بلده ايه، وممكن يدعي ان هو راجل هو ست وست، يعني طبعا الى طبعا. اخره.